السلام، معكم محمد. يوم جينا لكم فيديو جديد وحلقة جديدة. إذا ما عليكم مشترك عنا بقناة صعب يشترك بالقناة. وخلينا نبلش. قبل ما نبلش لا تنسوا تحط لنا لايك وكومنت، وأي لعبة بدكم أبلش كمان ألعب بأي لعبة اكتبوا لي كمان بالتعليق. حط لايك أنت يلي أتفرج عليه، والله بطل أنا أبصور وهالأشياء وأبسوي فلوكات. خلينا نبلش. اوكي يا جماعة، مثل ما شايفين طبعا جينا لكم مرة تانية لعبة روبليكس، و اللعبة هاي على نجمع الذهب ومصرات مع بعض، طبعا مثل البنك يعني نقول. ويب خلينا نبلش. طبعا بدنا نفتح محل من اول جديد طبعا، فخلينا نبلش. طبعا هدول مثل المحل فاضي، كنه كلهم فاضي اتوقع، بس بركي نقدر نفتح نحن بعد ما صمدنا على الاشياء، ما اعرف. خلينا اول شيء ناخذ البنك عاصمي طبعا. طبعا في ناس كمان بيلعب وهالاشياء. اول شيء خلينا نجمع مسرات شوي ونشوف هل موجود شيء فيه. تمام، صفر. طبعا هسه نحن بدنا نجمع نجمع مسرات طبعا. لازم لها شيء 5000، بدها مسرات كثير يعني بدها تعمل من جديد وانت رايح. طبعا مثل ما شايفين يا جماعه هسه صارت معنا 1800 و 2000، احنا لازم لها 5000 عشان نسوي مثل البيت يعني. ويب طبعا ان شاء الله بنصير زنجيل ويصير معنا مسرات هالاشياء. بناخذ نصير مليونير. اوكي خلينا ناخذ اول شيء هدول 7000. يب 7000. خلينا ناخذ سوينا هاي طبعا هذا على اساس مكتب تبعي. كويس حلو، في لابتوب 200 او 2 شاشه عفوا، في 2 شاشه. ويب طبعا هسه هدول نجمعهم، لازم نشغل حدا كمان عندنا مشان يجمع لنا مسرات وهالاشياء. انا لحالي ما اقدر اسوي كل شيء. طبعا لازم نسوي كيس 2000 او 3000 او 2000 كا ما اعرف. خلينا نستمت معنا 4700. ناخذ هون كمان. طيب يا جماعه طبعا صارت معنا 6800. حلو، اذا نقدر نساوي نجيب حجر مثل الحجر هي. صمدنا ذهب اتوقع، او ذهب او حجر والله ما اعرف. المهم في بدنا نجيب هسه نصمد من 8000 او 8K. يب او مليونين. يب اوكي خلينا نصمد شوي. لازم نجيب عامل عنا عشان يساعدني، انا لحالي ما اقدر. طبعا يا جماعة مكتوب هون اذا بتشوفوا هاي موجود هون. اوكي يا جماعة مثل ما شايفين طبعا طاوت شوي خلف الكواليس كمان مرة تاني علشان ما يصير ملل وهالاشياء. طبعا في شخص كمان حرامي يعني يجي يسرق مسراتك وهالاشياء ويذبح اشخاص يعني. ذبحني شي عدد مرات، طبعا كان معي انا 3 مليون وسرقوا كله مني. وهسا عم نصمد شوي شوي مرة تاني. طبعا هدول الاشياء مثل ما شايفين صار مثل تقريبا البنك المركزي يعني. ويب طبعا هسا شوي شوي بصير بنك نظامي يعني، ان شاء الله ما يجي. طبعا انا حذرته هون مبين عندكم، ما اعرف حذرته بس هو موجود هسا. ان شاء الله ما يرجع يجي ويذبحني ولا شيء. طبعا انا هسه بدي احاول اسكر مبنى كله، حاول على السريع يعني قبل ما يجي ويرجع يذبحني وهالاشياء. تعبى البنك رجع جاي بس شفت هذا هو المرة اجا غيره. طبعا هي بلوك يا جماعة شفتوا شو صار. طبعا رجع اجا ذبحني، طبعا هذا غيره. تم صار معنا 273000. نساوي هاي و نساوي هدول كمان. طبعا ما في مسرات، شفتوا قبل شوي كان معي شي 200000 عفوا مليون، رجع اجا حرامي و
او مو حرام، الشخص يعني يا جماعة، شخص اجا خرب علينا. طبعا هون ما اعرف شو هي يا جماعة، اتوقع اوكي هذا مثل صمدنا ذهب مشان اي هذا مشان ما حدا يدخل. حلو هذا، يعني اذا حدا دخل لهون يموت. كويس، بدي احاول اسوي عند الباب مشان ما حدا يدخل لعندي، مشان ما حدا يدخل. طبعا ما تمشي، ما شايفين عند الباب هنيك هون انه هل نقدر. هذاك هو اوكي، هي حلو، هي بنك ابو مسرات. اوكي خلينا نشوف هون كمان صارت تساوي 200,000. اوكي طبعا صارت معنا يعني الله يكفي هاي كمان شان. حلو اذا بدنا 300,000 يا جماعة، معنا 171 171 50,000 ونروح نساوي الفوق ذهب حقيقي، يعني دول ذهب مزور. ايه 300,000 اوكي، ونطلع لفوق حط وحدة ذهب حقيقي يا جماعة. طبعا هذا الذهب حقيقي، طبعا هدول الدولارات الدولار مو مزور حقيقي. تشوفوا يا جماعة هذا يجي مصراتنا على السريع اكبر، شوف هسه صار 500,000 على السريع. لا والله كمان نفس الشيء بس على السريع بيجمع يا جماعة، صارت 40-50,000 و60,000 على السريع، يعني قبل كان صعب كتير. كم هي 1,000؟ حلو هاي كمان مشان حدا ما يدخل. حلو بدنا نساوي هاي وهاي كمان كتير 300. حلو تمام، هسا بنروح لهون نطلع لفوق مرة تانية بس خليه يصير معنا شوي مشات. تمام، الا يا جماعة 450,000 والله غالي كتير. اوكي طبعا هسا على السريع بتصير 400,000، عفوا 450,000، نعم 200,000 باقي شوي، باقي 250,000، ده باقي 200,000. او نروح نساوي معنا خليه يصير، او يا جماعة خليه يصير 400,000 عشان ما تمشي، عشان نساوي اللي فوق في مسرات على السريع. يعني يا جماعة مثل ما شايفين صارت معنا شي فخامة يعني. طبعا هون زبطنا، كان شفتوا اول ما كان كيف كان، وهسا زبطت كل شي يعني. زبطنا هون المكتب و ما في هذا عنا من واحد، زبطنا هون والمكتب والباب الحديد وهالاشياء. طبعا ما تمشي يا جماعة. حلو طبعا ما اعرف شو هي هذا كهرباء. يب ما تمشي، يعني راح نساوي من برا والطابق الفوقاني ان شاء الله. المقطع الجاي ضبط المقطع الطابق الفوقاني وكمل مع بعض كل شيء. يب يا جماعة هون وصلنا الى نهاية المقطع، لا تنسوا تحطون اشتراك ولايك وكومنت كمان اي لعبة بدكم، و اذا بدكم اسوي فلوك كمان في المناطق واللي بالتعليقات.
وان شاء الله بنعمله. كان معكم محمد في قناة شبيل عرب. السلام عليكم.